قالت شبكة بلومبرغ الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وأوضحت بلومبرغ أن هذا التراجع يعكس القدرة على المضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى. وأشارت الشبكة إلى أن هذا الانخفاض يعكس التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك. واعتبرت بلومبرغ أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر الإنجازات منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي وطني مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.